وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الله بوشيري، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. سيد عبد الله، بعد التحية، إلى متى ستستمر موجة الغبار هذا؟ مساء الخير أخوي، وشكرا على الاستضافة. طبعا موجة الغبار متوقع أنها تستمر على مدار اليوم، لكن بكثافة متفاوتة. طبعا الجزئية الأكثر كثافة كانت في الساعات الماضية طافت، والرؤية طبعا كانت منخفضة جدا، وصلت لأقل من 1000 متر. عندنا في المطار سجلنا 600 متر، وفي مناطق ثانية ممكن أقل. الحين لمتى بيستمر الغبار؟ طبعا المؤشرات تقول أن من الحين وخلال الفترة المسائية تبتدي تخف كثافة الغبار، بيكون في تحسن طفيف في مدى الرؤية بشكل تدريجي. إن شاء الله الغبار راح ينقشع في وقت لاحق من يوم بكرة إن شاء الله. نعم أستاذ عبد الله، هل هناك من تحذيرات تودون توجيهها سواء لمرتدي البر أو البحر؟ طبعا تحذيراتنا طبعا بالنسبة لتدني الرؤية بسبب الغبار، وأيضا الرياح الشمالية الغربية عندنا قوية السرعة. ندعو الأخوة مرتدي الطريق لأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، وأيضا الأجواء غير مناسبة للأنشطة البحرية أو الفعاليات البرية الخارجية. نعم السيد عبد الله بوشيري، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.